Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa مرحبا بكم في درس جديد على قناة Learn English and French with Asma. Hi everyone, welcome to this new English course. I call it Boost Your English. This course is designed to take you from a beginner level to sounding more like a native speaker. Before we dive into the lesson, it's very important that you interact with this course. Whenever I ask a question, you can pause the video to think out your answer. So don't just sit back and listen to it passively because you really want to get the best results out of it. وفي إطار دعم كل محتوى هادف ومفيد، أود أن أشارك معكم اليوم قناة نضال club. قناة نضال club هي قناة تعليمية متميزة خاصة بألعاب الرياضيات والتحديات الذهنية بطريقة ممتعة ومسلية. هذه القناة مفيدة للغاية لان من شانها ان تحفز الطلاب للتفوق وترفع من روح المنافسة لديهم وتجعلهم يحبون مادة الرياضيات لذا ادعوكم اعزائي لدعم هذه القناة والاشتراك فيها على اليوتيوب وايضا على منصة التيك توك. لننظر الى هذه العبارة لا يمكنني ان اتحمل هذه الموسيقى الصاخبة انني اجن لا يمكنني ان اتحمل أن تتحمل باللغة الإنجليزية نقول to put up with to put up with أن تتحمل شيئا مثلا أنا لا يمكنني أن أتحمل هذا أقول I can't put up with this ردّد معي I can't put up with this إذا أن تتحمل هي to put up with to put up with هيا عزيزي المشاهد، اكتب لي هذه الإجابة في التعليقات، كيف أقول: أنا لا يمكنني أن أتحمل هذا؟ I can't put up with this. I can't put up with this. الآن قل: أنا لا يمكنني أن أتحمله. ممتاز. I can't put up with him. I can't put up with him هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت، لا يمكنني أن أتحمل هذه الموسيقى الصاخبة. الموسيقى الصاخبة نقول loud music. loud تعني صاخبة أو مرتفعة. loud music موسيقى صاخبة. الآن لديك كل عناصر الإجابة لكي تركب هذه العبارة، لا يمكنني أن أتحمل هذه الموسيقى الصاخبة. هيا فكر في الإجابة ثم اكتبها في التعليقات. (أحسنت! I can't put up with this loud music. I can't put up with this loud music. إنني أُجن. حرفياً، ان هذا يدفعني الى الجنون نستعمل عباره its driving me crazy its driving me crazy its driving me تسوقني الى الجنون driving me crazy هيا رددها مره اخرى انها تدفعني الى الجنون جيد its driving me crazy its driving me crazy الآن دورك عزيزي المشاهد لكي تركب هذه العبارة جملة واحدة لا يمكنني أن أتحمل هذه الموسيقى الصاخبة إنها تدفع بي إلى الجنون ممتاز I can't put up with this loud music It's driving me crazy I can't put up with this loud music It's driving me crazy ممكن توقف الفيديو لكي تعيد نطق هذه العبارة مرات ومرات إلى أن تحسن نطقها. لنواصل. كلمة crazy تعني مجنون. كلمة أخرى لها نفس المعنى هي insane، insane. ردد معي insane. مثلاً: هو مجنون أقول he's crazy أو he's insane. he's insane. في هذه العبارة ممكن أن أعوض كلمة crazy ب insane. It's driving me insane. It's driving me insane. مرة أخرى It's driving me insane. هذه الموسيقى الصاخبة تقودني إلى الجنون. ركب هذه العبارة باستعمال driving me insane. هيا فكر قليلا. أحسنت. This loud music is driving me insane. This loud music is driving me insane. هل كانت اجابتك صحيحه؟ احسنت. لننظر الى عباره اخرى. لا استطيع ان اتحمل شخيره انه يقودني الى الجنون. الشخير باللغه الانجليزيه هو snoring. snoring. ردد معي snoring. الآن حاول أن تركب هذه الجملة لا أستطيع أن أتحمل شخيرة snoring هو يقودني إلى الجنون I can't put up with his snoring It's driving me insane I can't put up with his snoring It's driving me insane أو I can't put up with his snoring. It's driving me crazy. عبارة بعد الآن هي anymore. anymore. مثلا لا يمكنني تحمله بعد الآن أو بتعبير آخر لم أعد أستطيع تحمله. هيا فكر قليلا ثم اكتب لي الإجابة في التعليقات. I can't put up with him anymore. I can't put up with him anymore مرة أخرى (I can't put up with him anymore) مزعج باللغة الإنجليزية هي annoying ، annoying لكي أقول إنه شخص مزعج أو هو مزعج أقول He's so annoying أو he's annoying he's so annoying إنه مزعج جداً he's so annoying أنا لا أستطيع تحمله بعد الآن I can't put up with him anymore I can't put up with him anymore لا أستطيع تحمله بعد الآن إنه مزعج للغاية قلنا مزعج هي annoying هيا عزيزي المشاهد حاول أن تكتب لي الإجابة في التعليقات I can't put up with him anymore. He's so annoying. I can't put up with him anymore. He's so annoying. هل كانت اجابتك صحيحه؟ احسنت. الضجيج باللغه الانجليزيه noise noise ردد معي noise الان قل انا لا استطيع تحمل هذا الضجيج I can't put up with this noise. I can't put up with this noise. انا لا استطيع ان اتحمل كل هذا الضجيج. كل هي all هيا حاول ان تقولها جمله واحده. I can't put up with all this noise. I can't put up with all this noise. لكي اسال كيف تتحمل؟ أقول how do you put up how do you put up الآن اسأل كيف تتحمل كل هذا الضجيج أحسنت how do you put up with all this noise how do you put up with all this noise أعلم أن هذه الجملة صعبة قليلا في النطق كررها عزيزي المشاهد حتى تتقن نطقها هيا ردد معي How do you put up? How do you put up all this noise? All this noise. With all this noise. With all this noise. How do you put up with all this noise? How do you put up with all this noise? كيف هو نطقك عزيزي المشاهد؟ هل هو في تحسن؟ اجبني في التعليقات. الان اسأل كيف يمكنك تحملها؟ How can you put up with her? How can you put up with her? كيف يمكنك how can you? How can you put up with her? كيف تتحمل صوتها العالي؟ صوت عالي أقول loud voice, loud voice. هيا ركب هذا السؤال ثم اكتبه لي في التعليقات. How do you put up with her loud voice? How do you put up with her loud voice? انها مزعجه جدا. She's so annoying. She's so annoying. اخبرني باللغه الانجليزيه نقول tell me. Tell me. السبب the reason. The reason. الان اعطيك عناصر الاجابه لكي تكون عباره ساقولها بعد قليل. the real reason ركز معي the real reason هي السبب الحقيقي the real reason الان قل اخبرني عن السبب الحقيقي او قل لي السبب الحقيقي احسنت tell me the real reason tell me the real reason ان تغادر باللغه الانجليزيه نقول to leave to leave ، أنت غادرت أقول you left, you left To leave ، أن تغادر، في الماضي تصبح you left, you left أنت غادرت أو أنت رحلت. الآن لنركب هذه العبارة سويًا، قل لي السبب الحقيقي لمغادرتك، أو قل لي السبب الحقيقي لماذا غادرت؟ هيا ممكن توقف الفيديو لتفكر على مهلك في الإجابة. أحسنت! Tell me the real reason why you left! Tell me the real reason why you left! هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت! لقد غادرت مبكراً جداً! مبكراً جداً أقول So early! So early. You left so early لقد غادرت مبكرا جدا You left so early الان قل قل لي السبب الحقيقي لمغادرتك مبكرا او قل لي السبب الحقيقي لماذا غادرت مبكرا Tell me the real reason why you left so early. Tell me the real reason why you left so early. السبب الحقيقي الذي يجعلك تتحمله. Tell me the real reason why you put up with him. Tell me the real reason why you put up with him. هل كانت اجابتك أدعوك عزيزي المشاهد إلى إعادة مشاهدة هذا الفيديو مرات ومرات حتى تثبت كل العبارات والكلمات التي تتعلمها. أنا لا أفهم باللغة الإنجليزية نقول I don't understand أو I don't get it. I don't get it هي صيغة تستخدم في العامية أكثر. I don't get it. أنا لا أفهم هذا أو أنا لا أفهم ذلك. I don't get it. ردّد معي. I don't get it. مثلاً، I don't get it. Why do you put up with him? أنا لا أفهم لماذا تتحمله. هيا لنعدها مرة أخرى. أحسنت. I don't get it. Why do you put up with him? إنه كابوس أو إنه شخص فظيع جداً. رأينا هذه الكلمة في الدرس السابق. أدعوك عزيزي المشاهد إلى إعادة مشاهدته حتى تراجع الكلمات التي تعلمناها فيه "إنه كابوس. He's a nightmare. He's a nightmare". الآن استمع إلى كيف أقول يا له من كابوس. بمعنى يا له من شخص سيء أو شخص فظيع. He's such a nightmare. He's such a nightmare. هيا أعدها. He's such a nightmare. كلمة محرج باللغة الإنجليزية هي embarrassing. embarrassing. ردد معي embarrassing. الآن قل هذا محرج. That's embarrassing. أو this is embarrassing. هذا محرج. That's embarrassing. كان ذلك محرجا. في الماضي نقول That was embarrassing. That was embarrassing. ردد معي That was embarrassing. موقف باللغة الإنجليزية هو situation. A situation. موقف محرج. تذكرون كيف أقول محرج؟ جيد. Embarrassing. An embarrassing situation. هيا ردد معي. An embarrassing situation. موقف محرج. مره اخرى كيف اقول موقف محرج. احسنت. An embarrassing situation. An embarrassing situation. الان قل كان هذا موقفا محرجا accent. That was an embarrassing situation. That was an embarrassing situation. بالنسبة لي هي For me. For me. بالنسبة لنا أقول من يعرف الإجابة؟ أحسنت. For us. For us. بالنسبة لنا. الآن قل كان هذا موقفا محرجا بالنسبة لنا ممكن توقف الفيديو لتفكر على مهلك في الإجابة That was an embarrassing situation for us. That was an embarrassing situation for us. أن تنقذ شخصا باللغة الإنجليزية to rescue someone. To rescue someone. to rescue هي ان تنقذ لقد انقذني من اقول he rescued me he rescued me from he rescued me from ردد معي he rescued me from مره اخرى كيف اقول لقد انقذني من احسنت he rescued me from he rescued me from تذكرون كيف أقول موقف محرج؟ أحسنت An embarrassing situation An embarrassing situation الآن قل لقد أنقذني من موقف محرج أحسنت He rescued me from an embarrassing situation. He rescued me from an embarrassing situation.